نط حرامي سرقني وسرقك، تسيب الحرامي وتمسك فيا؟ ما يصحش. ما تيجي نشوف. خير الحرب يا مدام. مساء الخير. هاي ده الكباب؟ ايوه. كويس. كام؟ 62 جنيه. كويس انت جيت دلوقتي عشان مسافرين. الدنيا ايه؟ و60 جنيه. و60 حاجه ثواني. في اتنين دخلوا شالوا الحاجة اللي كانت هنا ونزلوا دلوقتي. شالوا ايه؟ الحاجة، شكلهم حرامية. يا دنينة يا عم انت يا راجل يا مخدم يا عم. حساب الحاجة. حساب ايه؟ دلوقتي مين اللي خد الحاجة دي؟ اتنين الوقت كانوا هنا. انت ما مسكتهمش ليه الاتنين دول؟ بيشتغلوا ايه دول؟ لابسين حرامية. لابسين حرامية؟ ايوه. يعني مكتوب على لبسهم حرامية؟ لا، لابسين شراب. لابسين ايه؟ معاهم مسدس. لابسين شراب؟ ايوه. هو اللي يلبس شراب يبقى حرامي يعني؟ يا مدام لابسين شراب ومعاهم مسدس، شراب في دماغهم ومعاهم مسدس. شراب فين؟ في دماغهم. ناس بقى تقولي لابسين جزم في دماغهم بقى. لا انا ما طب انا مالي لابسين جزم، لابسين شراب. يا عنوان يا عنوان يا عنوان يا بنت يا زنوبه، ولا حد بيرد عليا. يا مدام طب انا مالي يا بنت المصيبه، انت واقف كده طويل عريض كده ومالي الباب كده. يعني انا مالي الباب اعمل ايه؟ هو معاهم مسدس وعملوا في وشي كده المسدس. يعني انت المسدس ده ما تاكلوش بسنانك اكل؟ اكل مسدس وافرض موتني وانا واقف. موتك؟ ايوه. هتخاف بقى يعني؟ ايوه خاف. ما اخافش ليه؟ ده انا عندي ولاد وعايز اربيهم. ايه يا زكيه؟ يا حبيبي. في ايه؟ ازيك يا تقال؟ تعالى يا جوزي يا غالي يا مهنيني يا مدلعني. الراجل ده قال ايه؟ قد الحرامية دخلوا لابسين شرابات، قال سرقوا الحاجة ومشوا. تصدق انت الكلام ده؟ لا طبعا. اتنين حرامية؟ ايوه اتنين حرامية دخلوا الوقت وشالوا الحاجة ومشوا. شكلهم ايه دول؟ شكلهم ايه؟ شكله ايه الحرامي؟ اتنين حرامية ولابسين شرابات. اوصف لي شكلهم. واحد مثلا طويل، واحد قصير، واحد تخين، واحد رفيع. واحد تخين وواحد ده، هو ده شكله. هو ده نسكي. خد الشنطة اللي هنا. خد ايه؟ الشنطة اللي هنا. يا تنديلة فين؟ فين؟ شكلهم ايه دول؟ لابسين شرابات حريمي كده وعاملين زي الحرامية. لا زي الحرامية ولا حرامية؟ هم حرامية. بس بقى نسيب المرة فيها. يا ولا حد شاف منكم حد نازل بيتصدر؟ يا بنت سيبة ده فيها سيختي. سيختي؟ فيها الصيغة كلها. ده الصيغة كلها، ده اللي لابسها ده كورو. المهم انت عاوز 70 جنيه حق الحاجه اللي جبتها لي. اول ما شفتك لابس تشبط كده قلبي اتقبض كده. بتقبض ليه؟ ايوه عشان انت كعبك محل اول ما جيت عليا من الفقر. ما تغلطيش. ما بغلطش. هات ال 70 جنيه خليني امشي. 70 جنيه؟ حق الحاجه اللي خدتها. بعد حاجه اتسرقت وتقول لي 70 جنيه؟ يا سلام. كده 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 بعد الاصول بعد كده النظام، يعني لما واحده تستغيث براجل وتقول لك اقف جنبي تقول ما تقفش جنبي؟ الايه؟ السباك. السباك. اهلا وسهلا. جبت الحاجه؟ جبت الحاجه. جبت الخلاطين. دي ايه؟ دي خلاط حط وش وخلاط دش. اه يعني الاثنين؟ خلاط وش وخلاط دش. ايوه يا مدام. بكام بقى قلت لي؟ الخلاط ب 90 جنيه، دول ب 180 جنيه. طب التركيب بقى؟ التركيب لما نركبه يسهل ربنا. ثواني بقى على ما افضلك الحمام. يا اهلا وسهلا بيك. يا ست اتأخرت عليك عشان كان في اتأخرت ايه؟ خدوا الحاجة ومشوا. من دول؟ حرامية. حاجة ايه اللي خدوها؟ الخلاطات والشنطة. يا دنينة خدوا ايه؟ الخلاطات.
لابسين ايه؟ شرابات في وشهم، حراميه ماسكين مسدس وهددوا. ما مسكتهمش ليه طيب؟ امسك ايه؟ امسك واحد معاه مسدس؟ فيها ايه يعني اللي بمسك مسدس؟ انا جاي اركب خلاط ولا جاي اموت؟ تركب ايه؟ اركب خلاط ولا اموت انا؟ ده ماسك مسدس. بتقولك وعارضك ده ما تعرفش تصرف معاهم يعني؟ الوظ مع اتنين ماسكين مسدس. الوظ ايه؟ يا ايه الوظ ده؟ بتقول انت بتقول الوظ ايه بعدين؟ بقول لك الابط مع اتنين ماسكين مسدس، ايه اللي دخل الوظه في اللابط؟ لا ما انت اللي قلت الوظ. لا الوظ دي انا ما جبتش سيرتي خالص، انا بقول لك الابط. امال الوظه ايه؟ ما انت قلت في الوظه باين. ايه دخل الوظه في اللابط؟ ما انت اللي قلت دلوقتي قدامي بتقول يا مدام الوظه دي شيء، وانت هتعمل لنا حوار والحاجه اتسرقت ومشيت. طيب انا عايز اعرف منك المعلومه كامله، مش عارف تديني كلمه كامله. ايه اللي حصل في الوظ ده؟ الوظ ايه يا مدام؟ مدام ايه؟ بقول لك انسه. انسه؟ ايوه انسه. انسه ايه يا مدام؟ مدام ايه؟ انت عمال تقول مدام ليه طيب؟ بقول لك انسه، مش عايز تسمع الكلام ده. انسه مدام ما تفرقش يا مدام. اطلب ايه؟ اطلب البوليس. انت اللي تطلب البوليس مش انت. ولا اطلب ليه البوليس؟ انا صاحب شقه. يبقى انا كفايه عليا السنه. يا زكيه مساء الخير يا تعالى. مساء الخير. تعالى عايزك في حاجه. تعالى بص يا تعالى. مين يا زكيه؟ انا هقول لك دلوقتي. راجل كده ايه دخلوا اتنين حرامية خدوا الشنط ونزلوا. مدام ايه ده؟ اتنين حرامية دخلوا خدوا الشنط ونزلوا. دخلوا فين؟ يا نهار! خدوا ايه؟ خدوا الشنط. شنط؟ يا نهاري! يا نهاري! هما اتنين مع بعض. ما تقصتهمش في بعض. ما باش اتقصهم. لو معهم مسدس. حد ده! حد ده! مش مشكلتي. ده ايه؟ مش مشكلتي. ما تقصتهمش في بعض. ما باش اتقصهم. ليه؟ عاوز الحساب. حساب ايه وحساب انت؟ اتنين جم من تحت، واحد شال مسدس والتاني من غير مسدس. دخلوا اتنين دخلوا شالوا الشنط ونزلوا. وبعدين احكم لي بقى انت بقى. اتفضل يا استاذ ياسر، احكم انت بقى. يعني انت ما تقصتش بقى؟ لا ما تقصتش. لا ايه القرف اللي انا فيه ده؟ كان لازم تقصهم. اهو سمعت بقى، اهو الراجل لسه شايفك دلوقتي قال لك لازم تقصهم. ما تقصتهمش ليه؟ مش هتقصهم. بتقول ايه؟ بقول في اتنين طلعوا. في الترابتين؟ خدوا اتنين الشنط ونزلوا. الترابتين ده ايه؟ الترابتين ايه؟ انا قلت ترابتين. فين بتقول ترابتين؟ بقول في اتنين طلعوا. يوم الاتنين؟ اتنين نفرين. طب النهارده الحد. اتنين نفرين دخلوا الشقه وخدوا الشنط ونزلوا. راح يوم الاتنين نفرين. بقول اتنين. اتنين ايه؟ اتنين بني ادم. قال لي حسك ومش قال لي ايه تاني اكتر من كده؟ بتاكل الحروف بالسمع منك ولا كده؟ بقول في اتنين حراميه طلعوا وخدوا الشنط ونزلوا. قال لي صوتك بقى مش سامع. اتنين طلعوا على السلم دخلوا الشقه وخدوا الشنط ونزلوا. مش فاهم. وعلي صوتك عشان احنا مش بقول في اتنين. ايوه طلعوا دخلوا الشقه خدوا الشنط ونزلوا. طيب كويس فهمنا بقى. احكم انت يا سيهاني بقى. انت تقصتهم في بعض؟ لا ما تقصتهمش. يا عم المصحين من النوم ليه طيب؟ يا عم ده ما تقصهمش في بعض. انا حكيت الحكايه دي 100000 مره. 100000 مره. طب ممكن تهدى؟ هديت. ممكن تهدى؟ هديت خلاص. طيب انت ليه ما تقصتهمش؟ انا مش هتقصهم. لا كان واجب تتقص. لا مش هتقص. كان واجب تتقصهم. لا مش هتقص. نص تلا 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 تيت اتو اتيت انا بلا انا تيت. دلوقتي الفترة دي اتصورت. لو حضرتك عايز تزيع قول زيع، مش عايز تزيع ما تزيعش. لا زيع يا استاذ. لا زيع. اتفضل حضرتك زيع. زيع.